كانوا يقولون سابقاً إن قصص الجمال من وحي الخيال، وإن الجمال والتجمل حلم كباقي الأحلام التي لا تتحقق، ولكننا أثبتنا عكس ذلك. لعلوم الجماليات الطبية، الجراحية منها والغير جراحية، فلسفة خاصة صممت لها على أيدي خبرائنا. إذا كنتم من المهتمين بآخر ما توصل إليه طب الجمال والتجميل، تابعونا أسبوعياً على الصفحة الرئيسية لجريدة الإمارات اليوم على الفيسبوك. الدكتورة جيهان عبد الإله عبد القادر.